حتى اننا لو التفتنا اليهم وتعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا الا من ندر ربما اقل من 1% منهم. خوش ادري الى باب الجواب، انا لا اريد ان استغيب الكل، لكن عمومهم ليسوا كذلك. اننا لو تعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا الا من ندر فسق فجر شاربوا الخمر وزنات واهل لواط ويأكلون المال الحرام ويخدعون الزوار بمختلف انواع الخداع لمجرد الحصول على المزيد من المال، ويعملون امورا لم ترد في الكتاب والسنة اطلاقا، كالدود الذي يوزع يكسب عليه فلوس، انما هو يشتري من البزاز ويبيعها على الزايد، ليس فيه اي شرفية ولا بركة اصلا. افن من ايد النكسة يكون هذا نجس؟ اعلنها من الان امامكم جميعا. كالدود والخيوط التي يلفونها حول الضريح الشريف ويلمسون النساء بعنوان التبرك، وكثير هذا يحدث ربما يوميا يحدث مع شديد الاسف. وكذلك اغلبهم لا يصلون ولا يصومون ولا يخمسون ولا يزكون. شايف واحد داقق بابك ناطيكم حق الامام؟ اتحدى ذلك منذ مئات السنين وليس الان. اما الان تحت الصفر بكثير من الناحية الدينية، ولا يصومون ولا يخمسون ولا يزكون. وكيف شارب الخمر يصلي او يخمس او يزكي وهم يسرقون اموال الحرم وما يوقفه الزوار؟ يسرقونه بكثافة شديدة، وخاصة السدنة والخدم المهمون. فمثلا انا اعطي فرزولية تفرش في الحرم يوم واحد او يومين او ثلاثة ما دام الزائر موجود قبل ان يسافر حتى يشوفها. بمجرد ان ركب السيارة ودار ظهره وراح تتلفلف والى الابد لا يراها احد، وكل الاشياء هكذا، كل الموقوفات هكذا. واذا ذهبت الى بيوت السدنة واضرابهم تجد التحف والمعلقات والصور والفرش والذهب كله من السرقة من المعصومين سلام الله عليهم، وهذا متواتر. وقد يصدف انني انا رأيته بعيني، ربما كان في سنين قديمة عند تعزية او كذا واحد منهم الروح له، فنجد ذلك عيانا. وهذا ما يبديه، وما عند مانع ان يشوفون الناس، فكيف ما يخفيه الذي هو اكثر واكثر بطبيعة الحال. ومن هنا ملكوا البيوت الفارهة والسيارات الثمينة والذهب الكثير، واما الذبائح والغنم وغيرها مما يسحبه الخدم من الزوار فحدث عنه ولا حرج. وفي كل يوم على الاطلاق يحصل ذلك، ولا يعلم الزائر البسيط انه لم تبرأ ذمته، وانه وصلت ذبيحته الى انسان شارب الخمر وتارك الصلاة وغير متورع، بل هو من اعداء الله بكل تأكيد. حتى اننا نسأل، هل ظاهرهم الصلاح؟ كلا، بل ظاهرهم الفساد. وانت بمجرد ان تنظر الى وجوههم وعيونهم والتفاتاتهم تجد فيها الضلال والطمع بالدنيا والبعد عن الآخرة. وكان بعض الخدمة يقوم بقراءة الزيارة
لعدد من الزائرين ويأخذ على ذلك مالا، وهذا جيد، إلا أن الأمر تقلص وأصبح يأخذ المال بدون مقابل قهرا على الزائرين وبخدعة الزائرين. فالمهم هو الحذر الحذر من هذا الوضع الفاسد المنحرف، فإن إعطاءهم المال باطل وغير مفرغ للذمة، وليس عليه ثواب بل عليه عقاب، لأنه تأييد للظلم والإثم ولأعداء الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن يحذر الناس منهم فيقاطعونهم لعلهم يتذكرون أو يتفكرون أو يتوبون، وهيهات أن يتوبوا لأنهم غير مستحقين للتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هم خوش وطلعت بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.